ما ذهب إلى ذلك البعض أو ما في ذلك ربما؟ شنو هي قراءتك السيد عبد الله العبيدي لهذا الموضوع؟ هو هناك يعني نوع من المفارقة أن نقول أن معدا مسبقا ونربطها بحاجة مستجدة. لأنه قلت لك ربما أو ربما معناتها كل واحد وين يمشي معناتها. لا 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 يعني عموما مش ملاحظتك أنت لكن هذا تفضلت وأشرتي له أنه هذا ما ورد في بعض التعليق. صحيح قرار تعيين وزير خارجية جديد ووزير خارجية حتى القديم ما يرتجلش قاش بطريقة ارتجالية. ربما خامرت سيد رئيس الجمهورية فكرة تغيير وزير الخارجية المقال منذ مدة وأعد واستشار إلى أن وصل إلى السيد نبيل عمار. هذا من ناحية. من ناحية ثانية شفنا برشة هواية من عرش هل ترى فاضل على وزير الخارجية أو وزير الخارجية يعني لبس ما قامت به بعض الجهات من قرارات يعني عشوائية تكون يعني تلمس الهواية. ما نجموش نحكيه على تغيير تحالفاتنا لأن التحالفات لا تغير بين عشية وضحاها حسب نزوات، وإنما عندما تكون متحالف مع معسكر غربي اللي عنده هالصوالات بالنسبة لبلادنا وعنده لوبيات تسانده وتستمد قوتها منه وتقاليد تجارية واقتصادية وثقافية مع المعسكر هذا مع الجهة هذه ونقوم بها كله مش نمشيوا للصين مثلا. تعد يعني نقول حتى نوع من المغامرة لأنه تعرض المنظومة الحاكمة إلى أخطار. معناتها الجرندي ارتكب أخطاء كانت تنجم معناتها كل واحدة من نتائج بتاعها تكون وخيمة؟ لا الجرندي ربما لا نقول شو ما أعتقدش اللي هو خذ القرارات هذه. نعرف أنا نحب نقول أنه ربما بدا الرئيس الجمهورية يستشعر نوع من الضغط بتاع الرأي العام على عدم رضاه. ركائز الحكم التجارة هامة جدا مع فقدان بعض الموارد المواد الأساسية في الآونة الأخيرة. التربية والتعليم ميدان هام جدا اللي وقع في إقالة الوزير التربية ومن بعد نجيو للخارجية اللي هي ركيزة أساسية والفلاحة أيضا. والفلاحة كذلك يعني الفلاحة نعرفوها هي العمود الفقري متاع الاقتصاد التونسي لما تشغله من الناس وما تضره علينا من خيرات عندما يقع تشغيلها بطريقة مقبولة على الأقل. معناتها هل التغييرات هذية على مستوى وزارات عندها وزن اليوم سيد عبدالله العبيدي؟ تعتقد أنه كانت نتيجة ضغوطات اليوم الرأي العام في تونس على رئاسة الجمهورية؟ الرأي العام على رئاسة الجمهورية بدأ يشعر بالانتقادات رئيس الجمهورية من ناحية، ومن ناحية ثانية شفنا النتائج. أنا نعرف اللي ملف متاعنا مثل ما أشاروا له الكثير من الخبراء مع صندوق النقد الدولي ألغي ولم يؤجل فحسب. نعرف أنه مرتبط، كنا نعرف أنه الملف تقدم على أساس أنه المساعدات والقروض اللي بشعتيانا صندوق النقد الدولي واللي بشفتحنا الطريق بالنسبة للمقرضين أخرين شفناها أنه مرتبط بإعداد الميزانية. ميزانية وعدت وإحنا دخلنا في العام الجديد عنا طول شهرين وما زال نجح حتى مليم. وأنا نأكد لكم من مصادر موثوق فيها أنه مرتبطين حتى مليم لأنه الجهات المانحة الوازنة عموما سياسيا واقتصاديا وماليا قرروا ما يعطيه حتى شيء للنظام القائم يعني مما يدعم يعني وجوده على خاطر يعتقدوا أنه ثم نوع من السلطوية اللي تتنافى مع ما يدعيه البعض من إرساء الديمقراطية في تونس. لو كيشوفوا الأربع وزارات اللي تفضلت وأشرت لقالتهم وزراء يعني يشوفوا أنه تقريبا شبقى آخر في الوزارة بقات الثقافة وبقى من عش حاجات اللي قات الداخلية اللي مهمة جدا لا هامة جدا بتبع الثقافة وحاجات أخرين لكن في الظرف الحالي لا قلت لك الداخلية ما عندها وزن في البلاد وزارة الداخلية. الداخلية تقريبا وزارة يعني دفاع بيس دفاع تدافع على منظومة معينة أمورها واضحة ما وزارة الداخلية ما تعتقدش أنه فما تغيير على وزارة الداخلية. لا أنا أعتقد كل شيء وارد لأنه جهات أخرى
تنسب لوزارة الداخلية يعني التشنج بتاع المنظومة الحاكمة حاليا. جهات خارجية نجم نأكد لكم هذا يعني يعني التشنج والمحاكمات والثمة الداخلية والعدل بالطبيعة. هذو مزوز ينجموا يتغيروا وزارة الداخلية والعدل ينجموا يتغيروا تحت ضغط ضغط خارجي تحت الضغط الخارجي طبعا. إذا كان احنا الحبل الوريد مرتبط بالخارج احنا نعرف ما نجمو نعيشو جنب القروض نتاع الفمي وخصوصا وانه موديس وغير موديس وكالات الترقيم يعني حكمت احكام مبرمة على المؤسسة المالية الكل البنوك الهامة الكل في تونس قالوا ما امورهم تعبة على وشك الافلاس. هالتغييرات هذا يا سيد عبد الله العبيدي هي الامتصاص اليوم الغضب الشعبي في تونس تعتقد هكا معناتها لتهدئه الاوضاع ولا لتبديل استراتيجيه في البلاد ولا شنو بعد؟ ماهوش امتصاص محاوله امتصاص محاوله ماهيش بالضروره باش تدي النتيجه لانه باش تمتص غضب لازمك عندك اجهزه حساب وناس على الميدان باش يقنعوا الناس اللي متضررين مباشره من الاجراءات نتاع الحكومه. نعرفوا اليوم اي اجراء يكون موجع وباش تخفف من الوجيعه هذه لازم تكون يفسر وشكون يعطي الامل بانه ثم اساس ارحب. سيد الجرندي لم يكن ناجحا ربما في تكوين دبلوماسيات خارجيه معناتها دبلوماسيه تونسيه في الخارج قويه جدا معناتها ما نجحش في ذلك. الغايب حزته مع سيد الجرندي ما نجمش يكون ناجحا او ماهوش ناجح إذا كان المنظومة الكل ما هيش ناجحة لأنه السياسة الخارجية هي امتداد السياسة الداخلية لأنها هي التصرف في امتداد سياسة القطاعات الكل في الخارج لأنه نعرف احنا التعاون الدولي موجود في الثقافة موجود في التجهيز موجود في كل الوزارات في الاقتصاد إلى غير ذلك في التكوين المهني في التربية في كل شيء. إذا كان ما سماش سياسة بتاع حكومة اللي تسوقها احنا ديما نحب نذكره بحاجة بسيطة وهامة في نفس الوقت أنه نميز بين السياسة الخارجية والدبلوماسية. الدبلوماسية هي التسويق لما ينتج من سياسة خارجية في مختلف القطاعات. إذا كان ما تسمىش إنتاج ما فماش تسويق ما عندهاش تسويق فوالا. شكرا فوالا هذا مربوط بذاك يعني خيط رفيع بينهما يعني هذا نتيجة لذاك. شكرا لفضلك سيد عبد الله العبيدي دبلوماسي الأسبق شكرا لك لفضلك على هذه القراءة. نواصل معكم اللقاء نمشيو للجزائر ونطمئنوا على اخوتنا في الجزائر بعد تسجيلها لهزة أرضية بقوة 2.9 درجات.